بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل من ابن آدم من قتل أحدهم الآخر بغير حق، وذكر ما حصل من بني إسرائيل من الإسراف في الأرض، ما إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وأنهم لم يلتزموا بعهود الله ومواثيقه، ومنها أن الله حرم عليهم قتل النفوس بغير حق ولم يلتزموا بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بين حكم من يتجرأ على حرمات الناس، من يتجرأ على حرمات الناس في دمائهم وفي أموالهم. قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله بالكفر والمعاصي والسيئات، فهم محاربون لله عز وجل من هذه الناحية، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهم أساءوا فيما بينهم وبين الله بمحاربة الله ورسوله، وأساءوا فيما بينهم وبين المخلوقين بالسعي في الأرض بالفساد، ويسعون في الأرض فسادا. الذي ذهب إليه كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قطاع الطرق، ويسمون بالمحاربين لأن الله وصفهم بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والصحيح في تفسير الآية أن أو للترتيب، لأن جرائمهم تختلف، فمن أخذ المال وقتل فإنه يقتل ويصلب نكاية به، ومن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما، فإنه يقتل حتما ولا يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، تقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم، ثم يترك، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأما إذا أخافوا الناس، إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما نشروا الخوف والرعب، فإنهم يطاردون، يطاردون من البلاد ولا يتركون يأوون إلى بلد إلا أخرجوا منه، أو ينفوا من الأرض حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتركون في بلاد المسلمين.
أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. هذه الحدود والعقوبات إنما هي خزي لهم في الدنيا وذلة لهم وعقوبة لهم في الدنيا، وما ينتظرهم من العذاب في الآخرة أشد وأنكى. فهذا فيه عظيم إثم الحرابة والإفساد في الأرض. ويدخل في الإفساد في الأرض أيضا دعاة الإلحاد ودعاة الضلال الذين يفسدون عقائد الناس ويدسون عليهم الكفر والإلحاد، وكذلك الذين ينشرون الفتنة بين الناس ويحرضون على ولاة الأمور لشق عصا الطاعة، فهم من المفسدين في الأرض أيضا، فيجب قتلهم وردعهم. وأيضا يدخل فيها من يفجرون المباني ويفجرون أنفسهم فيقتلوا النفوس الكثيرة بغير حق، فهؤلاء أيضا من المفسدين في الأرض. وكذلك الذين يروجون المخدرات ويبيعونها لإفساد عقول الناس وأعراضهم، هؤلاء أيضا من المفسدين في الأرض، كلهم تشملهم هذه العقوبات الرادعة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا ورجعوا عن جريمتهم ودخلوا في أمة المسلمين وكفوا عن عدوانهم. التوبة ليست مجرد التلفظ باللسان، وإنما هي تلفظ باللسان وعمل بالجوارح، فيكفون عن الجريمة ويتراجعون عنها ويدخلون في عصا الطاعة مع المسلمين. فإذا فعلوا ذلك قبل القدرة عليهم وقبل إلقاء القبض عليهم فإنهم يتركون. أما إذا لم يتوبوا إلا بعد إلقاء القبض عليهم فإنها لا تقبل توبتهم في الدنيا ولا يسقط عنهم الحد، لا تقبل منهم التوبة بإسقاط الحد عنهم، بل ينفذ الحد فيهم ويترك الأمر بينهم وبين الله في توبتهم، الله أعلم بهم. إنما الحد لا يسقط بالتوبة بعد إلقاء القبض عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع. قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغني من حد فقد وجب. فالتوبة إنما تكون قبل إلقاء القبض على المفسدين في الأرض، فإنها تقبل في الظاهر والباطن، أما بعد القبض عليهم فإنها لا تقبل توبتهم، وإنما ينفذ فيهم حكم الله ونفذ فيهم الحد، وما بينهم وبين الله الله أعلم به. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أعلموا أن الله غفور رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه يقبل التوبة عن عباده مهما بلغت ذنوبهم وخطاياهم. ولكن التوبة لا تسقط حقوق المخلوقين، فإذا قتل نفسا ظلما وعدوانا ثم تاب فإنه لا يقبل منه، لا يسقط عنه الحد والقصاص، لأن هذا حق آدمي. كذلك إذا سرق مال إنسان ثم تاب تقبل توبته عند الله، لكن يغرم المال الذي سرقه. حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، إنما تسقط بمسامحتهم وتنازلهم هم عن حقهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.